لمناقشة العقوبات الأمريكية الجديدة على حزب الله والمؤسسات المرتبطة به، معنا من صيدا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك يا سيد حسان معنا. إذن واشنطن وضعت شبكة شمس اللبنانية على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل حزب الله، كيف تقرأ هذه الخطوة وتوقيتها؟ طبعا الولايات المتحدة تضيق الخناق على حزب الله وعلى كافة الأدوات الإيرانية من أن تتمكن من الحصول على التمويل اللازم لتعزيز نشاطاتها. بعد حصار إيران سعى حزب الله وغيره من التنظيمة المؤيدة لإيران إلى البحث عن بدائل، لتمويل نشاطاتهم ومجموعاتهم المسلحة وغير المسلحة. حتى أن حزب الله يملك مؤسسات مدنية مثل جهاد البناء ومؤسسات الشهداء ومع الاهتمام بالأسرى والمعتقلين والشهداء والأيتام والأرامل وهكذا. فحزب الله بحاجة إلى تمويل كبير وضخم. الحصار على إيران منع حزب الله من الحصول على هذا التمويل، لذلك هو يبحث عن بدائل أخرى، ومنها تبين أن المخدرات والطبيب هي جزء من حالة التمويل التي يسعى حزب الله إلى تأمينها. ولتأمين هذا التمويل لابد من التعامل مع مؤسسات مالية تقوم بالتحويل أو بالتعامل مع مؤسسات مالية دولية خارج لبنان. سبق أن قامت الولايات المتحدة بوضع مجموعة من المؤسسات المالية اللبنانية على لائحة العقوبات، منها مؤسسة موجودة في مدينة صوف وكانت تقوم بنشاطات تمويلية من أفريقيا إلى لبنان، تم وضعها على لائحة العقوبات. وكل من يعرف مؤسسة قاسم شمس التي تم وضعها على لائحة العقوبات الآن يقول أنها لم تكن يوما متورطة في هذه النشاطات، ولكن يبدو أنها مؤخرا قد رضخت بضغوطات حزب الله وقام بالتعاون مع حزب الله، وبالتالي الولايات المتحدة لاحظت هذه الأنشطة وقامت بوضع لائحة العقوبات. طيب، الولايات المتحدة قالت أيضا أن الشبكة مولت حزب الله بملايين الدولارات عبر تجارة المخدرات، إلى أي مدى أصبحت متجذرة أذرع ميليشيا حزب الله المالية؟ الأزمة المالية تدفع حزب الله إلى البحث عن بدائل، منها المخدرات وحماية المخدرات. منطقة البقاع مشهورة منذ أمد طويل بزراعة المخدرات، ولكنها الآن تفيض بزراعة المخدرات. الزراعة منتشرة في كافة أرجاء منطقة البقاع، وهي تعتبر منطقة أمنية. أنا منطقة القصير السورية المحتلة من قبل حزب الله، كل من ذهب إلى هناك يقول أنها منطقة مليئة بزراعة المخدرات، وخاصة أن أبناء المنطقة ممنوعون من العودة إلى منازلهم وقراهم ومزارعهم. بالتالي أصبحت المخدرات هي جزء أساسي من تمويل حزب الله بعد غياب التمويل الإيراني. كذلك أيضا يقوم حزب الله بالبحث عن بدائل داخل الدولة اللبنانية، حيث يقوم بمحاولات ضخ عدد من عناصره داخل المؤسسة اللبنانية سواء في البلديات أم في بعض المؤسسات الإدارية مثل وزارة الصحة الآن، بحيث يؤمن لهم تمويلا على حساب المواطن اللبناني وعلى حساب دافعي الضرائب اللبنانيين، بحيث يصبح جزءا أساسيا من منظومة الدولة اللبنانية. طيب، لكن بالعودة إلى المخدرات، هي تؤمن مبالغ طائلة فعلا نتيجة صناعة حبوب المخدرات أو حتى زراعتها وتصنيعها، والتهريب مستمر عبر الموانئ السورية خاصة ميناء طرطوس، وهذا ما يتم تداوله بين المواطنين أو الأحرى من يعرف هذه الأمور ويتحدث عنها، وبعضها يحاول تهريبه عبر مرافق لبنانية أو عبر المطار. تم الكشف بعضها، وبعضها يبدو أنه يتم تسريبه، لكن حزب الله حتى الآن لم يدافع عن نفسه بجدية حول موضوع المخدرات، لذلك يبقى متهما طالما أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، طالما أن الأدلة تتزايد حول تورطه في هذه المخدرات. ولكن أستاذ حسان، حسن نصر الله تحدث عن رد مناسب على قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري الإيراني، كيف سيكون هذا الرد؟ وأيضا هذا التصريح ألا يدخل لبنان في أزمة ليس له فيها علاقة؟ من الواضح أن حزب الله يراهن على أن المجتمع الدولي سواء كان العربي أو الدولي يسعى لإقطاع لبنان في حالة استقرار، وحزب الله يراهن على هذا الوضع بالتهويل والتهديد أنه يستطيع دخول لبنان من حالة الاستقرار إلى حالة الحرب، سواء مع إسرائيل أو حتى في صراع داخلي مع القوى اللبنانية الأخرى، رغم من أنها غير مسلحة ولا هي غير متكافئة. حزب الله يهول دائما بأنه قادر على منع الاستقرار
قادر على منع الاستثمار في لبنان، وبالتالي لبنان يعاني من ازمه اقتصاديه خانقه. الوضع الاقتصادي يتراجع، الوضع المالي يتدهور، وبالتالي كلها نتيجه العقوبات التي تتعرض لها حزب الله. ونحن كلبنانيين نتعرض مع حزب الله لهذه العقوبات امام ابينا، فالحصار على المؤسسات اللبنانيه يطال اللبناني. بعض المصارف الان بدات توقف بعض الحسابات الماليه لبعض رجال الاعمال او بعض المؤسسات الماليه، نتيجه شبهات حول تعاونها مع حزب الله او قيامها بنقل اموال مشكوك في امرها، سواء كان طبيب او مخدرات او مواد الى ذلك. فاستقرار من امر مطلوب، وهذا ما يراهن على حزب الله بالتهويل والترهيب ايضا بانه قادر على قلب الطاوله. وكلام حزب الله كلام حسن نصر تحديدا انه سيكون هناك رد ملائم على الولايات المتحده يبقى كلاما، لان حزب الله غير قادر على القيام باي عمل عسكري دون دعم ايراني وتوجيه ايراني. الان الامكانيات محدوده والوضع المالي متراجع جدا، واي اشتباك او اي عمل عسكري يتطلب تمويل ورعايه ماليه، وهذا غير متوفر. يبقى هناك حاله واحده ممكن يستخدمها حزب الله، وهي العوده الى سياسه الخطف او الاغتيال او غير من هذه الممارسات الارهابيه التي سبق ان تم ارتكابها وتم التداول بها. شكرا جزيلا لكم السيد سيد حسن قطب، مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات.